ازاي عمرو يرتكب جريمة زي دي وهو كان معاك؟ عمرو من نوع جمال ما يقدرش يقتل. القاتل الحقيقي احيانا مش هو اللي بيرتكب الجريمة بنفسه، لكن ممكن هو اللي يدبرها. قصدك تقول ان هو اكتر حد؟ ايوه طبعا. انا مرة رجعت بدري عن معادي وسمعته بيتكلم في الموبايل مع واحد عن قاتل مأجور، ولما شافني ارتبك جدا. طب ما سألتوش كان بيكلم مين؟ سألته طبعا، وحاول يبرر بأي كلام فارغ. طبعا أنا ما اقتنعتش بيه، لكن حسسته إن أنا مش مهتم، ومن ساعتها بدأت أشك فيه وراقبه. طبعا إحنا لو واجهناه دلوقتي هيعملها مشكلة وهيروح يقول لأخته. هي المسألة محتاجة تخطيط سليم، وأنا في دماغي موضوع يمكن نجيب نتيجة كويسة. طب قول لي أنت ناوي تعمل إيه يا ناصر؟ مش عايز مشاكل خصوصا في الوقت اللي أنا فيه ده. طمن يا بابا، أنا مرتاح للي وصلت له. طب قول لي بس هتعمل إيه علشان أبقى في الصورة على الأقل؟ أنا هاخد الموبايل بتاع عمرو من غير ما يدري. طبعا هو بيتصل باللي ارتكب الجريمة أكتر من مرة، وأنا لسه فاكر المكالمة اللي سمعته فيها وميعادها. هحاول أطبقها على الموبايل بتاعه. يعني أنت دلوقتي يا مراد عايزني أعمل إيه يعني؟ تروح لصفوت بيه وتقول له. تفتكر صفوت بيه هيصدقني انا؟ انا شايف ان اللي احنا وصلنا له دوت ممكن يقنع صفوت بيه. عارف صفوت بيه هيفتكر ايه لو انا رحت قلت له ان اللي كان خاطب بنته هو اللي كان عايز يقتلني؟ اول حاجه هتيجي على باله ان انا عايز ازيحه من طريق عشان اتجوز مديحه، ما تنساش ان اخو مراته. طب ايه رايك لو انا اللي رحت وقلت له؟ ما تزعلش مني يا صفوت بيه، انا شايف ان عمرو ورا كل اللي حصل. يعني ايه ورا كل اللي حصل ده؟ ما تتكلم يا مراد تقول اللي عندك. يعني هو اللي دبر الجريمه دي. وانت عرفت ازاي؟ عندك دليل؟ شفت حاجه؟ لا، بس بالعقل كده مفيش حد ليه مصلحه في اللي حصل ده كله غيره. انا عارف كل اللي انت بتقول عليه ده، بس للاسف مفيش تحت ايدينا دليل. لازم يكون فيه اللي يثبت ان هو اللي دبر الجريمه دي. طيب ما حضرتك تواجهه. تفتكر لو واجهه هيعترف؟ يعني هنسيبه كده يا صفوت بيه؟ مين قال لك بقى ان انا ناوي اسيبه؟